رجل كان بالخارج تحت المطر بدون مظلة أو قبعة، ولكن لم تبتل شعرة واحدة من رأسه. كيف حدث ذلك؟ شيء يخصك لكن الآخرون يستخدمونه أكثر منك، ما هو؟ رجل نظر إلى لوحة لشخص وقال: ليس لدي إخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الشخص هو ابن والدي. من في اللوحة؟ ما هو الشيء الذي يقرصك دون أن تراه؟ ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟ إذا كان لديك برميل ماء وزنه 20 كيلو، ماذا تفعل لتجعله يزن 15 كيلو؟ ما هو الشيء الذي إذا غليته تجمد؟ ما هو الشيء الذي يولد مرة واحدة ويموت بعد ذلك آلاف المرات؟ كم عدد المرات التي يمكن فيها طرح العدد 5 من 25؟ هناك شيء دائما أمامك ولا يمكنك رؤيته، ما هو؟ يا ريت يا أصحابنا لو وصلتوا معانا لنهاية الفيديو تقولولنا بتتابعونا من أنهي بلد في الكومنتات. بنشكركم على المتابعة.